يواجه المصطفون المتوافدون على شواطئ مرسى بن مهيدي أقصى غرب ولاية تلمسان غلاء الأسعار على غرار المطاعم ومختلف المأكولات التي يراها الكثيرون لا تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف. أمين مسعودي تقرب من المواطنين ورصد التالي. ماكلة أي ماكلة، الدجاج غالي، عندنا في تلمسان 70 60 هنا 100 ألف ما جاياش، كيما أنا ما نلقاش، عندي لاباي ناقصة تاع بصح، بزاف، لا أنا ماشي سيمانة غدوة نروح، غدوة نشور، لا ما قديش، الغلا، سيمانة خصك المصروف. او مواد 5 ملايين ولا 6 ملايين بارابول دوت هنا راها كاينه اسعار زعما شغل يقدوا الناس يتعاملوا معاهم هم شايفين ماشي بارابول دوت كاين لهم زايدين هم الناس جاو عندي البارح ناس شكاو لي من دوت ريستورو بلا ما نزيدوا نسيتيو الاسهمات ومنا هم يشكيو بزاف من الاسعار